شائعة النفيسة في ذمة الله، هاشتاغ تصدر منصات التواصل في السعودية. فمن هو؟ شائع النفيسة هو نجم المنتخب السعودي السابق ونادي الكوكب لكرة القدم، والذي توفي عن عمر ناهز 61 عاماً بعد معاناته مع المرض. لقب شائع النفيسة بنجم الثمانينيات منذ الملحمة الكروية للمنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية في تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 1984، والتي شهدت تفوق الأخضر بنتيجة 5-4 أهلته للأولمبياد لأول مرة في تاريخه. وفي العام ذاته ساهم في فوز منتخب السعودية بكأس أمم آسيا. لعب الراحل 32 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، أما على مستوى ناديه الكوكب فقد قاده إلى الصعود لدور الدرجة الأولى، ثم تلقى عروض انتقال للأندية المحلية الكبرى، لكنه فضل البقاء مع الكوكب ليبقى خالداً في ذاكرة ناديه والكرة السعودية.